السلام عليكم. هجوم بطائرة مسيرة على ناقلة نفط قبالة عمان، ومسؤول إسرائيلي يتهم إيران. أفادت وكالة أسوشيتد بريس بتعرض ناقلة نفط مملوكة لإسرائيل لهجوم بطائرة مسيرة مفخخة اليوم قبالة سواحل عمان، في حين اتهم مسؤول أمن إسرائيلي بارز بالوقوف إيران وراء الهجوم. ونقلت الوكالة عن مسؤول دفاعي بالمنطقة أن الناقلة ترفع علم ليبيريا وتديرها شركة إسترن باسفيك شبيغن ومقرها في سنغافورة، مشيرا إلى أن الهجوم يأتي وسط توترات مع إيران. كما نقل عن شركة بريطانية تراقب الملاحة في المنطقة أنها على علم بالحادث وأنه يجري التحقيق بشأنه، وذكرت بهجمات سابقة استهدفت سفنا بالمنطقة على صلة بإسرائيل في إطار ما وصفتها بحرب خفية بين إيران وإسرائيل. وأكدت الشركة المالكة أن هيكل الناقلة تعرض لأضرار وأن الهجوم لم يسفر عن إصابات بين أفراد طاقمها أو تسريب نفط. بدوره نقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي أن الأسطول على علم بحادثة تعرضت له سفينة تجارية في خليج عمان. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن مسؤولا أمنيا إسرائيليا كبيرا اتهم إيران بالوقوف وراء الهجوم. في الأخير، إذا كنت من المهتم بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.